مشروعين اليوم قيد الإنشاء في مدينة مصدر قيمتهم تصل إلى مليار درهم، مشروع مربع مدينة مصدر واللي يمثل طبعا باكورة المعلومات والخبرات اللي تم اكتسابها خلال 15 سنة من عمر مدينة مصدر اليوم، وأيضا المبنى الأكبر فيه 11 ألف متر مربع اللي هو صفرية الطاقة. طبعا احنا فخورين بانضمام دارة الطاقة في أبو ظبي، تكون عنصر مهم وجاذب في هذه المنصة. أيضا مشروع اللينك واللي أيضا أخواننا في شركة أبو ظبي طاقة المستقبل بيكونوا أيضا عنصر مهم وجاذب في هذا المحفل. هذه المشاريع اليوم تمثل قوة جذب للعديد من الشركات الأجنبية، شركات متخصصة في قطاعات مختلفة نركز عليها احنا في مدينة مصدر، منها طبعا الطاقة، منها الذكاء الاصطناعي، منها ايضا العلوم الحيوية والعلوم ايضا البيئية. الشركات من خارج المنطقة لأول مرة تكون موجودة معنا في مدينة مصدر.